عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي ايمي وهنونة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا وكلنا بنحبها وبنشتريها من بره، وهي الكوردن بلو. الكوردن بلو طبعا زي ما انتم عارفين انها أكلة فرنسي، كلنا بنحبها يعني وكده. وتعالوا نشوف المقادير مع بعض. معانا حوالي نص كيلو بانيه متقطع رفيع خالص ورقيق، نقول للراجل يعني يقطعه لنا رقيق وعريض، ولو ما قطعوش كده ممكن ندقه احنا بين كيسين عشان نخليه رقيق يعني، عشان الكوردن بلو يستوي كويس معانا. ومعانا هنا ملح وفلفل وبصل باودر وحبهان باودر وبابريكا، وهنا توم باودر، ومعانا زعتر ونص ليمونة، ومعانا هنا معلقة مستردة، معلقة كبيرة مستردة، ومعلقة كبيرة زبادي، ومعانا مية بصل، وممكن نحط على مية البصل اللي عايز الهوت صوص لو انتوا عايزينه سبايسي يعني. هنجيب بولة بقى كده معانا، هنجيب بولة وهننزل بالمستردة بالزبادي، هننزل بكل المكونات مع بعض وبمية البصل، احنا مش عايزين سوائل كتير فيها، فالمية البصل مش كتير يعني اهو كده، ونقلب زي ما انتم شايفين، وهنحط كل التوابل بتاعتنا معاها، وهنحط شوية من الهوت صوص مش كتير برضو اهو، وهنعصر نص ليمونة كده عليها. وطبعا بنبقى ناقعين البانيه قبليها في ميه وملح وخل عشان اي لو في اي زفاره يعني اهو كده زي ما انتوا شايفين. خلاص احنا هنا دمجنا كل المكونات مع بعض، هننزل بقى بالبانيه بتاعنا كده، اهو شايفين عريض ازاي ورقيق جدا، هنقلبه بقى كويس جدا في الخلطة دي عشان يشرب من التتبيلة كده اهو كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده يا حبايبي انا تبلت البانيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كله اتبل. هنسيبه بس نص ساعة بس في التلاجة مش اكتر من كده عشان ما يتهريش لانه رقيق جدا معانا. وهنرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده يا حبايبي قعد تقريبا نص ساعة في التلاجة، وهنا حضرت الحشوة بتاعته، عبارة عن جبنة شيدر ولانشون، وممكن طبعا روز بيف او رومي مدخن، اي حاجة متوفرة عندك تنفع يعني، بس انا ما كانش عندي غير اللانشون يعني، وممكن زيتون تضيف زيتون وممكن ما تضيفيش، ده الحاجات دي حسب ذوقك انتي واختيارك يعني. هنجيب كده البانيه بتاعنا اهو كده زي ما انتم شايفين، شايفين رقيق ازاي، وهنحط قطعة اللانشون كده وفوقيها قطعة الجبنة كده زي ما انتم شايفين، وهنلفهم الاول هما جوه بعض، هنلف الحشوة لوحدها الاول علشان البانيه يستوي معانا اهي، وبعد كده هنلف عليها البانيه كده اهو زي ما انتم شايفين كده كده، هنعمل واحدة تانية اهو 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 كده، دي ممكن نضيف لها زيتونة، هنلف كده كده اهو كده، وفوقيها الجبنة كده، هنلف الحشوة كده ونلف فوقيها البانيه اهو كده زي ما انتم شايفين. هكمل الباقي وارجع لكم.
خلاص كده يا حبايبي، احنا لفيناه كله زي ما انتوا شايفين كده زي بعضه بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الاسترتش فيلم بتاعنا وهنفرده كده. احنا هنا ما حطيناش خلة ولا اي حاجة، احنا هنحطه، نجيب الاسترتش فيلم بتاعنا كده، نجيب سكينة، اهو كده زي ما انتم شايفين، وهنجيبها كده ونلفها بالشكل ده كده، وهنقفلها زي ال اهو لفيناها زي البونبونية معانا اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنعملهم كلهم زي بعض، هتشوفوا مع بعض اهو يا حبايبي كده. عملت كله زي ما انتم شايفين بالستريتش فيلم اهو، كله زي بعضه وما حطيتش خلة ولا اي حاجة. هنحطه دلوقتي في الفريزر نص ساعة بس ياخد الشكل ده، ونحضر بقى نشوف هنعمله ازاي. اهو خلاص يا جماعة، طلعنا الكوردن بلو من الفريزر بعد نص ساعة. هنحضر بقى بيضة وعليها ملح وفلفل ولبن، وهنقلبهم كده مع بعض. وده بقسماط مبهر اهو، هننزل بقى بالكوردن بلو على البيض باللبن زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده هنحطه في البقسماط، ناخد واحدة تانية برضو نحطها. معلش يا جماعة زوروني لو انا كنت متوترة شوية، معلش القناة لسه جديدة وانا لسه مش واخدة على التصوير قوي وكده، بس ان شاء الله مرة على مرة يعني هاخد على التصوير يعني، فاعذروني لو انا كنت متوترة شوية في الكلام. اهو غطيناها كلها بالبقسماط كده زي ما انتوا شايفين اهو، نشيلها، والتانية برضو نفس الشيء اهو، برضو نحطها نغطيها بالبقسماط اهو. يا جماعة غطينا كل الكمية بالبقسماط عندنا والبيض اهو بالشكل ده. زيت بقى غزير على النار وهنحطه فيه، تعالوا نشوف معانا زيت غزير اهو. هننزل بالكولدن بلو وننزل بالناحية اللي هي من تحت عشان ما يفتحش معانا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحمره على نار متوسطة بس الزيت في الاول يكون سخن جدا اهو يا جماعة. بعد لما طلعناه بصوا لونه ذهبي وجميل ازاي، ولا واحدة فتحت معانا اهو، واللون جميل جدا ومقرمش من بره. نبدأ هفتح لكم واحدة عشان تشوفوها اهو. شايفين الجبنة؟ شايفين الجبنة سايحة ازاي؟ شايفين اهو، شايفين انا عملت معاها مكرونة وعملت صلصة وعملت شيبس، وهنا سلطة وصوص الرانش، الرانش صوص، وهنا الكاتشب اهي. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي اول مرة يتابع قناتي يا ريت يعمل الاشتراك في القناة ويدوس على زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والف هنا وشفا اللي يجربها، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.